سكن، سكن مقابل سكن، حيدوا السكن يعطونا السكن، حيت حنا مدرجين كيف ما قلت لك في مشروع ملكي وفي إعادة الإيواء، وما كاينش هذا سكن قديم وهذا سكن جديد، سكن سكن مقابل سكن. صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى كل مواطن عنده حق في السكن، سكن مقابل سكن. حنا ما بغيناش شوهد بلادنا وما بغيناش هذا الشيء، ولكن هاد الناس هما اللي وصلونا لهذه الحالة هستيريا. دابا عامين، عامين وحنا كنعانيو، عامين وحنا فهاد الواقعة، عامين وحنا كنتسناو ولا أحد يجيب. تقدمنا بعدة شكايات ديوان المظالم، ديوان الملكي، الوسط يعني الجهة، ولا أحد يحرك ساكن. أنا كيني برامي مدينة القنيطرة، ساكني ولاد مبارك المقصيين من السكن. أنا غنهضر على راسي، اليوم أنا واقفة هنا كنحتج على أساس السكن ديالي. أنا مواطنة مغربية كنت قاطنة في هاد الدوار منذ 12 سنة، فتم الإقصاء ديالي من طرف السلطات. اليوم أنا كنطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة. إذا حنا مدرجين في مشروع ملكي وفي إعادة الإيواء، وبأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره خطب بأن لكل مواطن عنده حق في السكن. اليوم أنا كنشوف الخطابات ديال سيدنا لا علاقة لها مع الواقع، مع العلم. احنا حنا في 2024، هاد الناس جاو ريبوا الدوار في 2023، داروا بنا دعوة استعجالية من طرف المحكمة بأن الجماعة السلالية كتدعي الساكنة. من بعد كنتفاجئوا بالمحكمة أنها تم الإفراغ بدون سند، بدون وثيقة، مع العلم أن هذه الدعوة الاستعجالية كانت دعوة باطلة. الحكم ديال المحكمة كان حكم باطل. شوية كنتفاجئوا بواحد القوة خارقة جات غيبة الدوار، ولكن كانت وعود، هناك وعود. شوية كنتفاجئوا بأنها كانت وعود كاذبة، يعني هاد الناس وعدونا بأننا حنا غنستافدوا. من بعد كنتفاجئ ديك الان ار اللي داروا لينا بان هذيك راه نوغوسونسي، انت غير مسجل. كيفاش انا مواطنه وقاتنا في الدوار اكثر من 12 سنه او 13 سنه والنوغوسونسي؟ انا اليوم كنطالب حقا من صاحب الجلاله الملك محمد السادس يصيفط لجنه لتقصي الحقائق، تجي وتقلب الدواسه باش داروا الاحصاءات كاملين وباش دارت القرعه ونشوفوا من المستفيد، هل نحن ام هم؟ كيف ما كنقولها دائما في المنابر الصحفيه. اليوم انا كنطالب بربط المسؤوليه بالمحاسبه. يعني حنا واش حنا اللي خصنا نستافدوا ولا ناس غرباء عمرهم مسكنوا في الدوار؟ واش الناس، نعم نعم، هنا علاش انا كنقول لك ربط المسؤوليه بالمحاسبه، لانني انا هنا ملي غندلي بان ناس غرباء على الدوار استافدوا، هما يقول لك اعطيني ما يثبت. إذا أنا منين غنجيب لك ما يثبت؟ ما يثبت نرجعوا اللوائح اللي كاينين ديال القروعات ونجبدوا داك اللوائح ونعرفوا شكون استفد فيهم. اليوم أنا كنطالب حقا بربط المسؤولية في المحاسبة. هاد الناس السلطات اللي داروا هاد الشيء كامل خصهم يتحاسبوا، خصهم يتحاسبوا. إذا علاش أنا غنتقصى من السكن؟ واش أنا ماشي مواطنة؟ الشعار ديالي الخالد الله الوطن الملك، وأنا مع الملك محمد السادس، وعمرني غنسكت على الحق ودائما غنقول الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه. اليوم ملي كنخرج نهضر أنا على الحق، هاد الناس كيهددوني بالاعتقال دائما، وكيصيفطوا لي ناس، كيصيفطوا لي ناس، كيديروا عليا راك عارف يعني التليفونات الاوديوات باش يطيحوني بانني انا المحرضه. انا ماشي محرضه، انا كنبقى مواطنه مغربيه حامله البطاقه التعريف الوطنيه والشعار ديالي الخالد الله الوطن الملك، وعمرني ما نبغي الشوهه لبلادي وما نبغي هذا الشيء لبلادي. المطالبه ديالي هي ربط المسؤوليه بالمحاسبه. السلام عليكم عاش الملك. انا تنوب على هذ الناس كاملين بينا، بقى عيديو لهم خداوهم اليوم، ومنهم حتى بنتي تنوب عليها. كاين الناس اللي ما عمرهم ما سكنوا تنهار وخداو، ومنهم حتى بنتي. بغيت نعرف انا بنتي عندها بقعتها وما عطاوهاش ليها، وطالع عليهم وما عطاوهاش. وهاد الناس، هاد الناس كاملين الحنشه، في الحنشه نعني وريبوا ليهم وقال لهم حنا غنعطوكم وما عطاهمش. ومنهم حتى بنتي، منهم حتى بنتي
بنتي انا طالعه اليوم بنا عند اوراقيها، عندها شهاده السكنه، عندها اوراق ديال الانتخابات، وطالعه عليهم في البيسي وما عطاوهاش فين مشات بقعتها. انا باغيه بنتي عطاوها بقعتها، والناس اللي كاينه اللي عمرو ما سكن وعطاوه صافي. حنا جينا خويا كنطلبوا بحقنا في السكن بعد ما ريبوا لنا المسؤولين السكن ديالنا في الحنشة، ولاد مبارك ولاد موسى. هاد الناس كيعانيوا الله يحسن العوان مع الكرا والظروف المعيشة، وهما تيتسناونا تيقولوا لنا زعما تسناو راه نعطيكم الجواب، ولكن هاد الجواب طال أمده. يعني حنا بغينا شي يعني الجواب في أقرب وقت، حيت الناس ما بقاوش قادين يعني خاصنا ضروري شي حل وما يضيعوش هاد الناس. يعني هاد الناس راه صبروا بما فيه الكفايه بعد ما تشردوا، وكيخص ينصفونا ما يضيعوناش من بعد ما ريبوا. حنا خويا السنين كون واحد وشحال من ساكن، كاين اللي ساكن 10 سنين، كاين اللي ساكن كثر، كاين اللي ساكن اقل. غير يعني من بعد ما ريبوا الناس كتعاني. حنا كيقولوا لنا غير تسناو ويلا جات واحد القايده جديده، يعني خصها عاوتاني تشوف الامور يعني كيفاش المشاكل يكون واحد، حيت عندها الملفات ثقال بزاف. كاين صحاب السولين، كاين صحاب المطالب ديالنا، غير يعوضونا في السكن اللي ريبونا. من بعد ما ريبونا السكن ديالنا حنايا كنعانيو. هادشي اللي السكنه 8 سنين هادي وما عطاونيش شهاده السكنه. الوالده غير مريضه، ومريضه بركابيها وبظهرها، وما كتقدرش تزيد، وعندها الالتهاب في الراس. وحنايا دابا كنطلبوا السكن ديالنا. مني قال ليه هذاك اللي جا كيقيد، قال سميتو العلال، قال ليه ما تقيدش لا ان ان، قال لي نقيد لا ان ان، خليته ما خليتوش يقيد لي ان ان. مني انا دخلت سديت الباب، مني هو جا قيد لي ان ان ومشى بحالات. وشكرا. المطالب ديالي سكنتي ونجمع خوتي ونجمع حبابي ونجمع خواتاتي. على السكنه ديالنا وبغينا عاد بقيعتنا ونجمع فيها خياتي، رانا كاريه وكيجروا عليا الكراي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.